بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذنا الأعزاء، تلاميذ مستوى الرابع، نظراً للظرفية التي تعرفها بلادنا ويعرفها العالم بأسره، اضطررنا لتقديم الدروس عبر تطبيق اليوتيوب. إذا درسنا لهذا اليوم جمع وطرح الأعداد الكسرية، addition et soustraction des fractions. لكن قبل ذلك نقوم بتذكير لبعض المعارف السابقة. نعم، إذا لنلاحظ العملية الأولى، لدينا العدد 5 على 3 والعدد 2 على 4. سنقوم بعملية طرح العددين، إذا نلاحظ أن العددين كسريين، نريد أن نحسب فرقهما. نلاحظ جميعا أن العددين ليس لهما نفس المقام، إذن لحساب الفرق أو المجموع، إذن لحساب فرق أو مجموع عددين كسريين نقوم بتوحيد المقامين. إذن فلتوحيد مقام عددين كسريين، تتذكرون جميعا كنا قد أنجزنا عملية ما يسمى بالمقص أو الفراشة. إذن نقوم بضرب بسط العدد الأول في مقام العدد الثاني ومقام العدد الأول في بسط العدد الثاني ونضرب المقامين معا. إذن 5 ضرب 4 يساوي 20، 3 ضرب 4 يساوي 12، 2 ضرب 3 يساوي 6، وأربعة ضرب ثلاثة يساوي 12. نلاحظ أنه صار لدينا نفس المقام. الآن نحتفظ بنفس المقام ونقوم بطرح البسطين، بمعنى 20 ناقص 6 يساوي 14، ونحتفظ بنفس المقام الموحد. إذن الناتج هو 14 على 12. نلاحظ أن هذين العددين قابلين للاختزال. نبحث دائما عن القاسم المشترك الأصغر. إذا 14 مقسوم على 2 يساوي 7، و12 مقسوم على 2 يساوي 6. نقوم بنفس العملية بالنسبة لجمع العددين الكسريين، 3 على 5 زائد 1 على 2. دائما نقوم بتوحيد المقامات، فالمقام الموحد هو 10، نضرب 3 في 2 يساوي 6، ونضرب 5 في 1 يساوي 5. إذن المقام الموحد هو 10، ونحسب مجموع البسطين، 6 زائد 5 يساوي 11. إذن فالقاعدة تقول لجمع أو طرح عددين كسريين، إذن لجمع أو طرح عددين كسريين ليس لهما نفس المقام نقوم بتوحيد المقامين. إذا نوحد المقامين ثم نجمع أو نطرح البسطين ونحتفظ بالمقام الموحد. نمر إلى الوضعية البنائية، إذا انتبهوا جيدا. نلاحظ كيف زرع صالح ضيعته، ثم نحسب العدد الكسري الذي يمثل المساحة المزروعة عدسا. إذا صالح مزارع قام بزرع ضيعته، نعم زرعها عدسا. نريد أن نحسب العدد الكسري الذي يمثل المساحة المزروعة من العدس، علما أنه في ضيعته زرع مسبقا الشعير والقمح. إذا فالمطلوب أن نبحث عن العدد الكسري الذي يمثل المساحة المزروعة من العدس. إذا صالح زرع 1 على 3 من مساحة ضيعته شعيرا، وزرع 5 على 2 من مساحة ضيعته قمحا، 5 على 12 قمحا. نريد الآن أن نعرف المساحة التي زرعها من العدس. إذن أحسب
ألف المساحة المزروعة قمحا وشعيرا، ب المساحة المزروعة عدسا. المساحة المزروعة قمحا وشعيرا، انتبهوا للطريقة. لدينا واحد على ثلاثة هي مساحة الشعير المزروع في الضيعة، إذا واحد على ثلاثة زائد خمسة على اثنا عشر، خمسة على اثنا عشر هو العدد الكسري الذي يمثل مساحة القمح. إذا نقوم بجمع العددين لنعرف الكسر الذي يمثل المساحة المزروعة قمحا وشعيرا. إذا لننتبه هنا، لننتبه، لدينا واحد على ثلاثة وخمسة على اثنا عشر. لاحظوا العددين ثلاثة واثنا عشر، نلاحظ أن العدد اثنا عشر من مضاعفات ثلاثة. إذا الطريقة الأسهل لتوحيد المقامين هو أننا نحتفظ بالعدد الأول، نحتفظ بالعدد الأول، لا داعي أن نقوم بعملية الفراشة أو المقص لأنها ستأخذ منا وقتا طويلا. إذا نترك العدد خمسة على اثنا عشر ونبحث عن العدد الذي نضربه في ثلاثة لنحصل على اثنا عشر. إذا ثلاثة ضرب أربعة يساوي اثنا عشر. نضرب البسط والمقام دائما في نفس العدد، إذا ضربنا ثلاثة في أربعة، سنضرب أيضا البسط في أربعة وسنحصل على واحد ضرب أربعة يساوي أربعة، ثلاثة ضرب أربعة يساوي اثنا عشر. والآن نقوم بجمع العددين اللذين لهما نفس المقام. نترك المقام قلنا الموحد هو اثنا عشر لا نغيره، ونقوم بجمع البسطين. إذا أربعة زائد خمسة يساوي تسعة على اثنا عشر. نلاحظ أن هذا العدد قابل للاختزال، والقاسم المشترك الأصغر بين تسعة واثنا عشر هو ثلاثة. إذا تسعة مقسومة على ثلاثة تساوي ثلاثة، واثنا عشر مقسومة على ثلاثة تساوي أربعة. إذا نعم، نمر الآن لحساب المساحة المزروعة عدسا. إذا وجدنا المساحة المزروعة من القمح والشعير. لننتبه، الضيعة كلها تعتبر وحدة واحدة. نعم، إذا ضيعة واحدة بمعنى واحد. نعم، إذا لحساب المساحة المتبقية نقوم بطرح مساحة القمح والشعير. إذا فالعدد هو واحد ناقص ثلاثة على أربعة. نلاحظ هنا أنه لدينا فرق عددين، الأول عدد صحيح طبيعي والثاني عدد كسري. إذا هنا لحساب هذه العملية دائما، إذا فالأعداد الصحيحة الطبيعية لكتابتها على شكل عدد كسري نكتب العدد دائما على واحد. نعم، إذا في هذا المثال واحد ناقص ثلاثة على أربعة، بمعنى واحد على واحد ناقص ثلاثة على أربعة. نلاحظ هنا أيضا أن العددين ليس لهما نفس المقام، لكن نلاحظ أن أربعة من مضاعفات واحد، إذا سنحتفظ بالعدد الكسري الثاني ثلاثة على أربعة، ونقوم بتغيير العدد الأول، نضرب العدد واحد في أربعة للحصول على أربعة. بما أني ضربت المقام في أربعة سأضرب البسط أيضا في نفس العدد، وبالتالي أربعة على أربعة ناقص ثلاثة على أربعة. نترك المقام أربعة لا نغيره، ونحسب فرق البسطين. إذا أربعة ناقص ثلاثة يساوي أربعة ناقص ثلاثة على أربعة، أربعة ناقص ثلاثة يساوي واحد على أربعة. إذا المساحة المزروعة عدسا هي واحد على أربعة. إذا القاعدة تقول لحساب فرق عدد صحيح وعدد كسري نحول العدد الصحيح إلى عدد كسري
ثم نطبق القاعدة، أي قاعدة جمع وطرح عددين كسريين. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم. أراكم بخير وعلى خير. حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.